استمتعت الحقيقة وأنا موجود معاكم أنا ورهام النهاردة بكل الفقرات اللي أنا شخصياً استفدت منها جداً. أتمنى حضراتكم كمان تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من فقراتنا النهاردة بالتأكيد، مش كده نعم؟ أكيد يا أشرف، أنا بستمتع وأنا بشتغل معاك دايماً. ربنا يخلي اليوم عدى كده، يعني اليوم عدى بسرعة كده. الحقيقة كان عندنا فقرات النهاردة لطيفة جدا وفقرات مهمة كمان، وتكلمنا عن مؤتمر ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة اللي بيتم تنظيمه حاليا، وكلمنا كمان عن موضوع كتاب هدير الحجر اللي كتبه الكاتب والصحفي الأستاذ إيهاب الحضري. وأنا الحقيقة أنا عايزة بس أعلق تعليق على الموضوع ده، لأني قاعد يقولوا لي في حاجات اختصاصات وزارة الآثار وحاجات اختصاصات جهاز التنسيق الحضاري. أنا الكلام ده أنا كمواطن الحقيقة وكمصرية وحقيقة بتحب بلدها ما يهمنيش الكلام ده في حاجة. أنا اللي يهمني في الآخر أنا ماليش دعوة باختصاصات مين واختصاصات مين، أنا ليا أن التراث والحضارة المصرية تتحافظ عليها طبعًا. دول بقى تخصصاتهم، دول تخصصات دول اللي عملوا ايه، مش بالزبط. قصتي بالزبط. انا قصتي ان تاريخ مصر ده يتحافظ عليه، المبنى التراثي او الاثري او الحضاري او المهم يتحافظ عليه، ما نلاقيش كل يوم بنصحى نلاقي حاجة مبنى رائع الجمال بيتهد. اختصاص مين دي بقى ما تخصنيش، اختصاص الدولة تماماً. المصرية اتفق تماما مع ريهام، واتفق مش عشان الفقرات احنا قدمناها، لا والله الاربع فقرات كانوا مهمين، سواء الفقرة بتاعت المؤتمر الخاص بذوي الإعاقة ده رائع، و2018 العام بتاعهم زي ما قالت ريهام كمان هديل الحجر المتميز كانت متميز الحقيقه الاستاذ ايهاب الحضري، الموضوع البيتكوين لفت نظري وخلاني قاعد عمال افكر فيه، العمله البديله والعمله الرقميه، كمان زياره السيد الرئيس لسلطنه عمان اللي استفدت ان علاقتنا بعمان بقى لها 3500 سنه، انت يعني انا قلت الرقم فيه حاجه غلط، ولكن من ايام حتشبسوت علاقتنا بسلطنه عمان بالتجاره والحاجات دي. فقرات مهمه جدا الحقيقه. استمتعت معاكم جدا جدا، بشكركم بالتاكيد على حسن المتابعه، توحشوني لغايه ما اشوفكم مره تانية، ومش هقدر اسيبكم لما تختم. عايز اقول لكل الطلبه والطالبات بقى سنه سعيده او نص سنه سعيده ان شاء الله، عايزين مذاكره واجتهاد كده، وعايزين المدرسين يبقى عندهم ضمير ويروحوا يحضروا اصلا يدرسوا للناس، لان دي شكوى من ناس كتيره جدا، والاتاوات على الدروس الخصوصيه والحاجات دي يا جماعه. الضمير ارجوكم يعني، راعوا ربنا في الطلبه وفي اولياء الامور يعني. وكل سنه وانتم طيبين، بكره يوم جديد وفريق عمل جديد.